رمضان ليس ليس زمان كسل، وإنما هو زمان عمل، خلافا لما يعتقده البعض من أن رمضان هو الأكل والنوم. رمضان هو العمل الجاد، هو للعبادة ولكنه أيضا للأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات تشمل كل عمل نافع للناس. فلتكن هذه الوصية نصب أعيننا، علينا أن نتجنب في رمضان كل السيئات وكل الأعمال التي يمكن أن تضر بنا أو تضر بغيرنا، وأن نربي أولادنا على حكم الصوم. وحكمة الصوم هي الصبر، وهي القدرة على التحمل، وهي الرصانة، أن يكون الإنسان رصينا ورزينا، أن يسأل نفسه عن عمله، لماذا يعمل وكيف يعمل ومع من يعمل. كل هذه أمور في غاية الأهمية. فأنا أوصيكم في رمضان أن تقوموا بعملكم الصالح، أن تضربوا المثل للناس، أن تدعوهم بالقوة الحسنة، أن تدعوا الناس أيضا من غير المسلمين لموائد الإفطار ولموائد السحور، لأن من شأن ذلك أن يقوي لحمة الوطنية. فالوطن هذا وطنكم، مطلوب منكم أن تعايشوا مع الناس بسلام وبمحبة، ذلك ما يوصيكم به دينكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم.